صباح الخير، اهلا بيكم. حلقه جديده ونهارك سعيد. هنكون معاكم لمده ساعتين، وبتمنى انه نبقى يعني خلال الساعتين نكون قدرنا نغطي كل الاحداث اللي بتحصل وما تحصلش احداث جديده خلال الساعتين اللي احنا فيهم معاكم على الهوا. هنكون معاكم انا ودينا وشريف. صباح الخير. صباح الخير يا عايده. صباح الخير يا شريف. صباح الخير يا دينا. خلونا نبدا كده ونقول ان ميدان التحرير ما بين مؤيد وما بين معارض، احنا عايزين نتكلم على ميدان التحرير من الجانب الانساني. بنفرح جدا كمصريين لما بتلاقي وانت ماشي على كوبري قصر النيل او اي مدخل لمداخل ميدان التحرير على الشباب اللي زي الورد، سواء بنات او سواء رجاله كمان، داخلين وشايلين بطاطين وشايلين ميه وشايلين ادويه وحاجات كتيره جدا عشان يساعدوا المصابين اللي موجودين في ميدان التحرير. ده غير اللي بيتطوعوا كمان عشان يكونوا موجودين لمساعده الناس هناك، فهم دول المصريين فعلا. تفرح قوي لما تشوف ان انت بتودي المعونات وبتودي الادويه وبتودي كل الحاجات ديت، وتروح المستشفى الميداني وتروح المستشفى الميداني الثاني وتروح المستودع اللي عند عمر مكرم وغيره، ويقول لك احنا عندنا بزياده كفاية. المكان الثاني محتاج، تروح المكان الثاني تلاقيه برضه يقول لك احنا عندنا بزياده، المكان الثالث محتاج، وهكذا. تفرح جدا لما تشوف في اي لحظه عربيه الاسعاف رايحه او جايه بتعدي عشان خاطر تنقل المصابين او تنقل ايا كان مين اللي محتاج مساعده او مين محتاج معونه، او ترجع بسرعه تلحق عشان تجيب الناس من محمد محمود وتقوم راجعه تاني. فجاه بتلاقي الشارع ده بقى ما فيهوش بني ادم، والناس كلها بتجري حتى لو اتكعبلوا على بعض عشان يقدروا يوسعوا لعربيه الاسعاف تروح وتيجي. التنظيم كان هايل فعلا. نقول ايه تاني؟ نقول ان الروح اللي موجوده في ميدان التحرير بتاكد انه الشعب المصري وقت الجد بيبقى جد وبيبقى قد المسؤوليه. يقول كمان انه ارجوكوا بطلوا تقولوا على اللي في ميدان التحرير بلطجيه، لو هم دول البلطجيه يبقى مصر كلها بلطجيه، واكيد نفتخر ان احنا كلنا بلطجيه لو هم دول الموجودين في ميدان التحرير. امبارح كنت بتكلم، وطبعا اكيد كلنا اهالينا خايفين علينا لما الناس تنزل ميدان التحرير وما شابه، فالاهالي كلها بتقول لا ما تنزلوش لا، فكتير جدا بتسمع الناس وهي بتكلم بعد. على فكره انا في امن مكان في مصر، انا لو جرالي حاجه في مليون ايد هتساعدني، لو اغمى عليا في مليون حد هيشيلني، لو بس اتكعبلت هتلاقي مليون حد هيحاول يساعدك. فالروح اللي موجوده في ميدان التحرير برافو، يعني شابوه. يمكن اتقالت كلمه على سي ان ان امبارح عن الشباب المصري، اتقال عن الشاب المصري ان الشباب المصري ما بيخافوش خالص انا اسفه، ما بيخافش ان هو يموت، بس ما بيقولش لاهله ان هو رايح ميدان التحرير. احنا الشباب الوحيد اللي بيخاف، ما بيخافش من الموت وبيخاف ومش عايز يقول لاهله التحرير بالظبط. بس يعني كده. وهو عارف ان هو ممكن يكون رايح الميدان ده يا راجع يا مش راجع يا مش راجع. ده خلينا نقول ان ده يعني بيقول حاجات كتيره قوي، بس في الاخر يقول ان احنا لسه بجد، احنا لسه ما متناش يعني. لا احنا لا قلت لك لا نو. طيب احنا تايم المقدمه، فاحنا ممكن على طول نقول سريعا جدا فقراتنا. النهارده معانا طبعا الاستاذ محمد طلعت الهواري صحفي المصري اليوم، هيكون معانا فقره الصحافه طبعا، اكيد الاخبار يعني الناس كلها متابعه. هنكون كمان جدا وسريعه جدا، هيكون كمان عندنا فقره في اخر اليوم اللي هي حديث الاربعاء، عاده بنتكلم فيها على اهم الاحداث اللي بتشغل الشارع المصري، واحنا عندنا احداث كتيره جدا بتحصل من نص ساعه للدقيقه للثانيه. هيكون معانا اتنين ضيوف بعتقد محتاجين نعرف رايهم. معانا استاذ مصطفى الجندي، هو البرلماني السابق ومساعد رئيس حزب الوفد، وهيكون معانا استاذ دكتور ايهاب الخراط، هو الكاتب الصحفي وهو كمان احد اعضاء الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي. حتى لو كنا، بس عايز اقول لكل الناس اللي بتتابعنا، حتى لو كنا معترضين على اداء الاحزاب خلال اليومين اللي فاتوا انهم ما شاركوش في المظاهرات وكده، بعتقد ان احنا محتاجين برضو نعرف رايهم كناس محللها سياسيه يعني. طبعا اكيد. كمان عندنا فقره مع الكاتب الصحفي عمر حسنين رئيس صفحه الحوادث بالمصري اليوم. هنروح الفاصل ونرجع على طول، والفاصل هو الشارع لنا ماجده الرومي. اعتقد ان عنوان الاغنيه كفايه قوي ده صحيح، الشارع لنا احنا